جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حصل لي وقت معين شيخ صالح، وقت فراغ، هل الأفضل أن أقرأ القرآن في بيتي أم أقرأ القرآن في المسجد مثلا؟ حسب الراحة لك. فإذا كان قراءتك للقرآن في المسجد أحضر لذهنك وأبعد عن التشويش فيكون في المسجد، وإذا كان هذا في البيت فهو في البيت أفضل، هو في المكان الذي تطمئن فيه وتذهب عنك المشوشات. نعم.